We've also got earrings, because yes. Jackie loved these sets. They are for pierced ears. Again, you've got that snowflake drop with the sapphire set into the stud. And it's very nice and cute at the same time. Very simple and elegant. It is. فإذا مثل ما عم بتشوفوا الحلقة اللي موجود معنا اليوم واللي أنا مرتديته عن جد هول القطعتين أنا ملاقيتهم كتير كتير حلوين لسبب إنه معمولين بجودة كتير عالية مثل أكيد كل المنتجات المقدمة من كاميروز أند كروس مثل ما عم نشوف هيدي القطعة لون الكريستال اللي موجود مع الزفاير اللي موجود اللمعة اللي موجودة كتير حلوة فيكن ترتدوا هيدا الشيء مع بعض وفيكن انتو تحصلوا على كل وحدة لحالة. Now even though this set was a gift to Jackie in the 1960s, look how contemporary it looks today. I think that's why people absolutely have fallen in love with it. Yes. It's just as appropriate today as it was way back in the 1960s. فإذا هيدي القطع اللي موجودة معنا اليوم هي أهدة لجاكلين كندي بالستينات وشوفوا هلأ جمال هيدي القطع بوقتنا الحالي. أنا لبستن لهيدول القطع وكتير حاسة عن جد اطلالتي كتير تغيرت، الحلق كتير مميز، البريسلت كتير مميزة، رغم انه هولي صمموا لها بالستينات، ولكن هيدا اللي بيميز مجموعة جاكلين كندي وذوقها الكتير رفيع عند اختيارها للمجوهرات لأنه بعد كذا سنة فيكن انتو تلبسون بكل أناقة.